احنا يا جماعه بعد ما خلصنا تصوير الحمد لله وراجعين الموقع فماشيين كده بالصدفه فلقينا حاله انسانيه لازم نتكلم عنها ولازم يعني نقول عليها للناس بصراحه. الحاله الانسانيه هي انه احنا ماشيين لقينا شجره من اشجار الدقي متعلق عليها اعلان كده، فانا لوهله اعتقدت ان الاعلان ده يعني حد تايه او حاجه كده، فاحنا ممكن نخش نبص على الاعلان ايه هو. تمام، دي بقى دي كلبه، يعني هي يعصر عليها هي كلبه مش كلب كمان، يعني هم محددين في الموضوع ان دي كلبه مش كلب. فياريت يا جماعه يعني اصحاب القلوب الضعيفه ياريت لو حد يعصر على الكلبه فنقدر ان احنا يعني يكون جزا الله كل خير.